على راديو ميد. على راديو ميد. برايم تايم. مرحبا بكم 8:17 دقيقة على موجات راديو ميد، هذا موعدكم اليومي من برايم تايم من توحد العشرة موصلين معكم بطبيعة في متابعتنا للأخبار والمستجدات. أكيد الموسيقى موجودة، استنيوا مرسوات حلوين برشا برشا نتابعوا في الأخبار، ولكن قبلها روبريك سفيان بن فرحات كالعادة. سفيان لليوم باش يحكي لنا على دموع تماسيح القطعية. سفيان دموع تماسيح القطعية. الوضع أكيد في تونس اليوم صعيب ياسر، 10 سنين من الدمار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يتخلوهم عامين كورونا وركود وحظر تجول عديد المرات يدوم أشهر وأزمة اقتصادية عالمية خانقة تمس أساسا المواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية، وزيد عليهم حرب روسية أوكرانية مدمرة. وين ما تقبل في العالم اليوم تلقى الأزمة ولا الأزمة، والدول والحكومات فقد المشروعية والشعوب خارجة من جلودها. والغريب في تونس اليوم بروز ظاهرتين، الأولى هي الفئوية والقطاعية. كل طرف اجتماعي وإلا شريحة حتى داخل الطرف الاجتماعي تجبد لها وعاملة روحها هي الضحية دون غيرها، ومعتمدة تمشي اللي داخل في الربح خالص في الخسارة في زمان قلت فيه الأرباح، فيما عدا أرباح ما بين ظفرين القطعية وتجار المخدرات وتجار البشر والمضاربين والاحتكاريين. وهذا اللي عطل الحوار الاجتماعي اللي هو أساس وقاعدة الحوار السياسي. ثاني ظاهرة وهي الأخطر، وأن جماعة الكل متنصلين من المسؤولية، وأخص بالذكر هنا الناس اللي حكمت ودمرت الاقتصاد والمؤسسات والبلاد والعباد، حكمت على امتداد 10 سنين سوداء من الدمار والدمار الشامل بصفتها شريكة في الجرائم المتعددة الأوجه تجاه الوطن والشعب. واليوم لبسوا بكلهم حولي الشريفة بنت الفاضل وعاملين رواحهم حقا يتبكاوا على واقع ومصير البلاد. والله شيء غريب، وقاحة وصلافة دون ما وقاحة وصلافة، وصحة رقعة وكذب عيناني يا وخياني. توا انت كيف كنت حزب حاكم وغرفت من المالية العمومية وشيخت المريدين والرفاقة، وكيف كنت وزير من وزراء الفشل والغبن والغبينة، تي على الأقل كان ما تعملش بيلون وتقف على خطاياك، تي على الأقل اسكت واحفظ ما تبقى من الوجه كان ما زال عندكم وجوه تقابلوا بها. لا، هنا نشوفوا فيكم مادين فيجوراتكم ومسيلين دمعاتكم على واقع مستقبل البلاد، وبالطبيعة هي دموع التماسيح وتعاريف التخاريف وهذيان البطريق قدام فم البريق والضيق والزلزيق. ما هو هك العام قالوا للجنرال دوغول، مون جنرال تم قتل ألاف من التوانسة في بنزرت، يا أخي قال لهم الدم يشيح في سع، بعبارة أخرى التوانسة نسية. أما فات هؤلاء المتناشين وأنهم قالت فيهم كلمتها محكمة التاريخ، والناس اللي أجنت في حق الوطن الخزي والعار وراها وقدامها واللي ما شطحتش في هذا تكمامها. قداش منك يا تونس قدام بني هلال الجدد وجحافل الجراد اللي نهبوك والغرابيب السود اللي همهم الوحيد أنهم يقتلوك. قداش منك يا بلادي اللي قال فيك الجوال أيام زمان يا سايقين البلي يا جمالة، بلادي بعيدة والعرب قتالة، يا تونس الخضرة يا مسمية، بلادي بعيدة والعرب قطعية، هاك الجبل الأزرق جبل والدتي، يا ليتها عقلت وما جابتني، وها يا جبل وثلات وسع بالك واللي جلال الحام ما يجرالك. سفيان الله، ثماش خير من اللي يتقال كلام هذا يتقال على تونس؟ والله العظيم القوالة اللي يقولوه في الصحيح وفي الصميم زاد كلكم. شكرا لك، يعطيك الصحة سفيان. على سفيان لليوم نرجع للموزيكا، هذا الصوت الهادي يجويني عليك نغني. 8:21 دقيقة موصل معكم بعد شوية في أخبار.